الجنجويد قلنا ما قبيلة، والبقول الجنجويد ديل قبيلتي مرحبيو. الجنجويد ما قبيلة، الجنجويد أفعال رزيلة متوحشة حقيرة. الجنجويد غطل سرقة نهب، الجنجويد تدمير لمؤسسات الدولة، تخريب تهجير غصبي، تطهير عرقي، دفن الشباب أحياء، تمثيل بالجثث، رمي الأطفال أحياء في النار. الجنجويد اغتصاب، عبودية جنسية، الزواج غصرا، بيع البنات والنساء في أسواق غرب أفريقيا في شاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون. وكل ذلك يتم بدعم مباشر من دولة الشر، أمراء الخراب في أبو ظبي، أولاد زاي بالدولة بالشر يا أسد يا كومندر، وتحت بالرجال بالله أبو الله أكبر. يحدث ذلك تحت بصر وسمع العالم ومنظماته الأممية والإفريقية والإقليمية والعربية والإسلامية، والتي للأسف الشديد استشرت فيها أساليب الرشوة والفساد من قبل الفاسدين في أبوظبي. سادة الكرام، إن سبب الحرب الرئيسي هو تدمير مشروع إمارة أبوظبي في السودان، التي تريد السيطرة على مواني والأراضي الزراعية والموارد المعدنية في بلادنا الحبيبة بواسطة هؤلاء الجنجويد الأوباش القتلة. أما السبب الفرعي الآخر هو لابد من إزالة وجود جيش موازي يعمل لابتلاع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكل شيء كل شيء، والسيطرة على حكم البلاد بالبندقية، ليكون الحاكم الفعلي للسودان هو محمد بن زايد.